السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبائي في قناتكم إيكول جبيرة، هنا في الدرس الثالث تاريخ عائلتي. هنا نتعرفوا على شجرة العائلة. كيفاش نتعرفوا على الشجرة ديال العائلة؟ أو نجزو شجرة ديال العائلة. كما كتشوفوا هنا كنشرح لكم الدروس بطريقة مثالية، تنوصلوا لكم المفهوم باش على قدر الاستيعاب. الهدف ديال التعلم شنو خصنا نتعلمو من هاد الدرس هذا؟ هو افهموا الوثائق والشهادات، وثائق والشهادات للتعرف على تواريخ ميلاد افراد العائله ديالي، باش نعرف التاريخ ديال الميلاد ديالهم. فوكاش تزاد هذا فوكاش تزاد هذا، راه في الوثيقه، سواء كانت وثيقه مكتوبه او وثيقه شفهيه، كتبين لي التاريخ ديال الميلاد ديالي لحقاش كتكون فيها احداث. اتدرب على قراءه شجره العائله وانجازها، ندرب انني نقرا الشجره ديال العائله، نعرفها كيفاش نقراها، ملي كتقرا من الفوق من التحت من الجنب، منين كتقرا وكيفاش كنقراها، ونجز وحده بحال مثلا امهد خلال امسيتنا عائلتي سمعت عمي، شو واحد سمع عمو شكون هو ما نعرف، وجدي عمي وجدي يتحدثان عن شجره عائلتنا. فما معنى شجره العائله؟ وكيف استثمر الوثائق والشهادات للتعرف تواريخ ميلاد افراد عائلتي؟ وكيف انجز من خلالها شجره عائلتي واقراها؟ نقرا الشجره من خلالها نتعرف عليها، ننجزها، ونتعرف على تواريخ ميلاد افراد العائله ديالي. هذا هو الهدف ببساطه. تعرف ليا جدك فوقاش زاد، جداتك فوقاش زادت، عمك فوقاش زاد مثلا، عمتك فوقاش زادت، فهمتي؟ باباك فوقاش زاد، انت فوقاش زاديتي، اختك مثلا فوقاش زادت، ود عمك فوقاش زاد، عمك فوقاش زاد، مرتو فوقاش زادت، ود عمك فوقاش زاد، صافي، ماماك فوقاش زادت. هادو هما المهم. جدك، جداتك، باباك، ماماك، عمك، مرت عمك، نتايا، اختك، ولد عمك، بنت عمك، صافي. هنا الاحظوا اكتشفوا شهاده شفهيه للعم جمال الركيبي. هاد جمال الركيبي شكون هو؟ هو العم، عم هي عم، يعني عم ديال شي واحد. دابا عمك كيهضر بحال داير بحال كعمك، جا عندكم الدار وكيعاود لكم، صافي. قال العم جمال الركيبي، ها هو سميتو، نقولوا نديروا السميه وباللون الاخضر غنلون تاريخ الميلاد ديال اي شخص، صافي. هكا انتما خدموا معايا، لا عندكم الملونات، واخا تكون عندك ملون عادي دير به. دابا العم جمال الركيبي قال لك اسيدي متحدثا عن تاريخ عائلتي ازددت، قال لك هو هذا جمال الركيبي ازددت سنه 1981، باينه جمال الركيبي هو العم، هاي هو العم، هايا زاد 1981، سهله معنا. وكان ميلادك يا اخي عثمان، كيهضر على اخو عثمان، عثمان شكون هو؟ يكون هو الاب، باينه عثمان الركيبي توا، راه هذا ما قالو خويا، اذا راه خويا شنو غيكونوا؟ نفس الاسم العائلي جمال الركيبي، عثمان الركيبي غيكون سميتو. زدت فوكاش سنة 1978، إذا كبار منه، هذا زايد 1978، أما جمال زايد 1981، من وراه بشي 3 سنين، يعني 3 سنين عاد زاد جمال. أما والدنا، باهم باهم، والدنا أحمد، إذا يكون سميتو شنو؟ أحمد أش الركيبي تاهو. فقد أخبرني أنه ولد سنة 1949، فوكاش زاد باهم، بوب جمال وبوب عثمان. وما زلت يا أخي أتذكر يوم اتصالك بي لتخبرني عن ميلادي أو ابنتك نهيلة. نهيلة، نهيلة ده جمال ولي كيعاود قال له اتصلتي بيا وعاودتي ليا ملي تزاد عندك بنتك أنت. جمال كيقولها لخوه عثمان، إذا عثمان هو اللي زاد عندو البنية، هو اللي زاد عندو نهيلة، فوقاش زادت في شتاء سنة 2010، وهي أكبر من ابنتي، كبر من بنت جمال الركيبي اللي سميتها منال، المولودة سنة 2011، وابني إدريس المولود سنة 2014. إذا كل واحد والتاريخ ديالو، جمال الركيبي 1981، عثمان الركيبي 1978، أحمد الركيبي هو الجد زاد 1949، نهيلة الركيبي هي ابنة عثمان زاد 2010، منال الركيبي هي ابنة جمال الركيبي زاد 2011، إدريس الركيبي هو ابن جمال الركيبي زاد 2014. إذا ما الضخمة ولا بشوي، ساهلة ماهلة. هاكا تواريخ ميلاد بعض أفراد عائلة نهيلة، وحدين أخرين اللي ما ذكروش هنايا، من خلال عقود ازدياد عثرت عليها مها أمها، أمها
عثرت عليهم. ام ديال مها، ام ديال نهيله، نهيله بحالاش الجده عائشه مستغفر. الجده هي مرت، هي مرت الجد احمد الركيبي زايده 1956. الام سعاد الادريسي، سعاد الادريسي وهي ام الام ديال نهيله، نهيله نهيله اللي هي غتكون زوجة عثمان ولي الاب زايده 1984. زوجة العم مريم الرشيدي، اذا زوجة العم هي زوجة جمال الركيبي زايده 1986. هنا شجرة عائلة الطفلة فاطمة الركيبي، هنا الشجرة ديال العائلة ديالها، الشجرة كيفاش مرسومة سيتي شو معايا بلاتي. هذا العقد الجديد هذا هو رقم جوج، عقد جديد الطفلة فاطمة الركيبي نسخة موجزة من رسم الولادة. الاسم الشخصي فاطمة، اسم عائلي الركيبي، ولدت يوم 14 محرم 1439 هجرية الموافق، إذا سميتها مدورة بالأحمر فاطمة الركيبي، زادت 14 محرم 1480 الموافق ل 5 أكتوبر 2017 بالعيون. بها عثمان، هو هذا عثمان بن اسماعيل، بن اسماعيل لعثمان بوه سميتو اسماعيل، هنا خطا عثمان، ها هو عثمان بوه شنو سميتو عثمان، راه هو خو جمال وباهم شنو سميتو هو احمد، وبالتالي خصو يقول لنا عثمان بن ايش بن اسماعيل بن احمد، هنا خطا احمد. امها هي سعاد الادريسي، هي سعاد، هي سعاد الادريسي، هنا ما كيديروش الاسم العائلي كيديروا سعاد بنت خالد، يعني سعاد باها سميتو خالد والكنيه هي الادريسي، سعاد الادريسي صحيح، انا ما اسماعيل ما خصوش تكون اسماعيل خصو تكون احمد هو هذا. اذا نمشيو نشوفوا الشجره، شجره العائله الطفله فاطمه الركيبي، هي هذه فاطمه الركيبي شفنا العقد الجديد ديالها. عندك اسيدي دائما كنأكد لكم وكان بين لكم وشرح لكم، ولكن خصكم تفهموا معايا الجد والجده كيتحطوا في اسفل الشجره العائليه صافي بالازرق الذكور وبال بالفانيدي هذا بلورونج لا بالبينك بينك يعني الوردي، الوردي الاناث، الوردي ديال الاناث والازرق ديال الذكور. احمد الركيبي ها هو هو الجد زيد 1949 ملي جبناها جبناها من هنا، ها احمد الركيبي زيد 1949 صافي. عائشة مستغفر زيد 1956 هي الجدة، هاهي الجدة عائشة مستغفر زيد 1956 باش نعرفو منين كنجيبو داكشي. عثمان الركيبي ها هو عثمان الركيبي هو الأخ زيد ألف هو الأب اللي كيهضرو عليه الأب زيد 1978 زيد 1978. سعاد الإدريسي هي هاهي سعاد الإدريسي الأم، هي أم نهيلة وهي زوجة زوجة عثمان، هي زوجة عثمان سعاد الإدريسي زيد 1984 زيد 1984. جمال الركيبي زيد 1981. مريم الرشيدي هي زوجة العم زيد 1986 1986. بالنسبة لجمال الركيبي مع مريم الرشيدي هادو مزوجين، وشنو ولدوا لينا؟ ولدوا لينا منال الركيبي، هي منال الركيبي زيد 2011 هي، ولدوا لينا ثاني إدريس الركيبي اللي زاد 2014 ادريس الركيبي زاد 2014. بالنسبه للاب جمال الركيبي مع الزوجه ديالو سعاد الادريسي فهما ولدوا لينا نهيله الركيبي زاد 2011 هي نهيله الركيبي زاد 2010 اما ذكر منال نهيله زاد 2010 هي نهيله زاد 2010 نهيله الركيبي زاد 2010 وفاطمة الركيبي اللي هي الأخت ديال نهيلة زايدة 2017 هذه هي الشجرة. الجد الجدة في الأسفل، الأبناء ديال الأجداد اللي هما كيكونوا مثلا بحال عثمان وجمال خوت جمال خو عثمان خو خو جمال عثمان الركيبي جمال الركيبي كيكونوا في الوسط، ثم تتفرع منهم ملي كيتزوجوا كل واحد يتزوج عثمان تزوج بسعاد الادريسي وجمال الركيبي تزوج بمريم الرشيدي
وهادو ولدو ولادهم، وهادو ولدو والابناء كيكونوا فوق في العرش، العرش بحال العرش ديال الشجره، فوق في اعلى الشجره، في اسفل الشجره، وسط الشجره، في اعلى الشجره، صافي؟ نعم. اقرا الوثائق 1، 2، 3، 4 ثم اجيب. اتعرف عائله الطفله فاطمه ركيبي من شجره العائله، شجره العائله 4، من خلال الشجره ديال العائله 4 اتعرف عائله الطفله فاطمه ركيبي. فاطمه ركيبي شكون العائله ديالها؟ انت. كل واحد اش نقول لها؟ جدها، هذا جدها، هذا اللي بحالك كما كنوريك انا، جدها، جدها احمد ركيبي، جده ولا ليلى؟ جدتها، جدتها عائشه مستغفر زيد 1956، جدو احمد ركيبي زيد 1946، هذا شكون هو؟ اذا هذه فاطمه ركيبي، هذا شكون هو؟ و والدها، والدها او ابوها، والدها، والدهم، والدها على فاطمه، كنهضر على فاطمه، قال لك حدد لي العائله ديال فاطمه الركيبي، يعني شنو كيجيها؟ باها، جدها، عمها، خوها، ود عمها، هكذا فهمتي؟ اذا عثمان هو والدها زيد 1978، هذه شكون هي سعاد الادريسي؟ امها او والدتها، والدتها، عقلي مزيانه لينا، والدتها سعاد الادريسي زيد 1984. هي فاطمه الركيبي، اذا هذه نهيله الركيبي، شكون هي؟ اختها، اختها نهيله الركيبي زيد 2010 ميلادي. جمال الركيبي عم فاطمه، عمها، نقولوا عمها، 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 وهذا زيد 1981، هذه زوجته، زوجة عمها، 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 زوجة عمها هي مريم الراشدي زيد 1986، وهذا منال الركيبي شنو هي؟ ابنة عمها، بنت عمها، ابنة عمها، ابنة مبسوطة، ابنة عمها، واب منال الركيبي زيد 2011، ثم هذا ادريس شنو كيجيها؟ ادريس الركيبي شنو كيجيها؟ ابن عمها، ابن عمها، ابن عمها، ازداد 2014 مثلي انا، صافي. هذا هو الطريقه، انا وضحتها لكم سهله ببساطه، جدها، جدتها، والدها، والدتها، اختها، عمها، زوجة عمها، ابنة عمها، ابن عمها، سهله ماله. ثاني، احدد تاريخ ميلاد كل فرد من افراد العائله الطفله فاطمه الركيبي من الشهاده الشفهيه، من الشهاده الشفهيه، الشهاده الشفهيه هما لونهم. اذا عمها، هذا عمها زاد 1981، والدها، هذا عمها، هذا هو عمها، صافي، عقلوا معايا مزيان، هذا تعرفوا هكا، هذا هو الجواب. والدها عثمان الركيبي زيد 1000، هنا التاريخ الميلاد ديالو، هنا كناكدوا التاريخ الميلاد 1978 ميلادية. جا جدها أحمد ركيبي سنة 1949 ميلادية. شو اسمها؟ فاطمة. أختها نهيلة ركيبي مزدادة سنة 2010 ميلادية. منال الركيبي ابنته، ابنته عمها مزدادة، مزدادة 2011 ميلادية. واخيرا، واخيرا ادريس ابن عمها مزداد، مزداد سنة 2014 ميلادية، صافي. هاي سهلة من الشهادة الشفهية. نمشيو هنا، احدد تاريخ ميلاد الابنة فاطمة الركيبي من عقد الزية ديالها، من عقد الزية ديالها قال لك حدد لي تاريخ الميلاد ديالها، تاريخ الميلاد ديالها سهلة. إذا ولدت في التاريخ، قولي لي ولدت فاطمة، فاطمة ولدت فاطمة ركيبي بتاريخ، بتاريخ 14 محرم 1439 موافق 5 أكتوبر 2017، صافي، هذا هو تاريخ الميلاد ديالها، صافي. نعم. هو هذا هو لونتو لكم. إذن أحدد تواريخ ميلاد باقي أفراد العائلة من الجدولي، من الجدولي، جدول، جدول. إذن شنو نقولوا؟ الجدة عائشة مستغفرة سنة ازدادت سنة
1956 ميلادية. أمها سعاد، أم ديالها سعاد يعني أمها أم سعاد سعاد الإدريسي، ازدادت 1984 ميلادية. زوجة عمها اسمها مريم الرشيدي، مزدادت بتاريخ 1986 ميلادية. استثمر وانتج اقرا محتوى شجره العائله اربعه مجددا ثم اجيب. اقراها مزيان، قريناها وقريت لكم بطريقه سهله. اسمي الجده والجده واحدد موقعهما من الشجره. كنسميهم الجد احمد الركيبي مزداد سنه 1949، الجده عائشه مستغفر مزداده. هادو الجد والجدة لونا بطل. الجد والجدة نعم ومستخرج زيادة 1986. موقعهما من الشجرة أسفل الشجرة. أسفل الشجرة، أسفل الشجرة تحت. أسمي ابني الجد الركيبي الأب والعم، الأب والعم ولاد الجد، وأبرز موقعهما من الشجرة. شنو سميت ولادو ولاد الجد؟ شنو سميتهم؟ سميهم لي يلاه. شنو سميتهم؟ سمي عثمان الركيبي مزداد 1978 ميلادية، جمال الركيبي مزداد 1981 ميلادية. موقعهما من الشجرة؟ الشجرة فين؟ شجرة من الوسط. الشجرة فيها شنو فيها؟ ها انت شوف في هذه البلاصة هذه هي أسفل، في هذه البلاصة الوسط، في هذه الفوقانية أعلى شجرة، أعلى هذه أعلى، هذه أسفل الشجرة، هنا وسط الشجرة، الشجرة وسط الشجرة، صافي وسط الشجرة هذه. نزيدو نكملو. أتعرف موقع كل من إدريس وفاطمة من شجرة العائلة. إدريس وفاطمة، إدريس فينا هو ها إدريس وها فاطمة. إدريس شكون هو؟ أتعرف موقع كل من إدريس وفاطمة في من شجرة العائلة. إدريس وفاطمة فيك توجدوا في الموقع ديالو في الشجرة، فهم؟ هانتي شوف فاطمة ركيبي وإدريس ركيبي في الشجرة فين كيتواجدو هما؟ أعلى. في الموقع هو أعلى الفوق مرة، إذا أعلى الشجرة، أعلى الشجرة، أعلى الشجرة، على الشجرة. أستخرج من أنشطتي السابقة من الدرس معنى شجرة العائلة وأستعين بفقرة أغني معجمي. أغني معنى ديال الشجرة، الشجرة ديال العائلة دائما تحط فيها جدك وجداتك لتحت، باباك عمك لعدك غير انت، ولكن غير باباك وعم وعم وعمك واحد، غدير غير جوج افراع من هنا ومن هنا. انا رسمت لك الطريقه هنا، ها انت الشجره هي هذه، جدك جداتك، ها انا ندير لك ها جدك هنا وجداتك هنا، ها مزيان. عندك مثلا باباك ها هو، عندك عمك غير واحد غتفرع على واحد، عندك جوج عمامك غتفرع على ثلاثة، عندك ثلاثة تفرع على أربعة، شحال أنت الفرع ديال كاين باباك كاين عمك وكاين عم آخر، كاين جوج ديرها جوج، كاين ثلاثة دير ثلاثة، كاين أربعة كاين دير أربعة، صافي؟ إذا هاد الطريقة، هادو هما الأبناء ديال الجد، يعني باباك عمك عمك، ثم كتزيد تفرعها هكايا، باباك كتزوج ماماك هكايا، عمك كيتزوج مرات اخرى هنا تهنيوكا، وعمك الاخر مثلا كيتزوج مرات اخرى هكذا. كيجينا باباك مع ماماك شنو ولدو؟ ولدوك غير انت بوحديتك، خلي راسك غير بوحديتك، غير واحد هنايا ولدو خوك واحد اخر من موراك، تزيدو الفوق طلعو الفوق حيت هو اللي عاد عاد زاد، يعني كاين انت عاد هوايا، كاين انت توليتي انت او انتيا عاد زاد خوك هو الثاني، اذا كديرهم هكا ثاني هكايا والفوقاني هنايا، صافي ثاني ولاد عمك ثاني الاول ها هو، والثاني ثاني كيجي الفوق نعم هكذا، هنا والاخر هنا، ثاني اللي عندك عمك الثاني، عمك الثاني ثاني ولدو جوج، ولد واحد هنا وعاد يولد واحد اخر هنا، اذا واحد هنا عاد ثاني هنا، مثلا عندو جوج بنات او جوج بنات، جوج بنات مثلا نديرهم البنت الاولى هي هنا والبنت الثانيه هنا، هذه الشجره ديال العائله. دائما الجد هنا، ابناء كيكونوا هنا، والاحفاد كيكونوا الفوق. نعم الأجداد
داد لا الأ باء الزوجة ديالهم هنا الأح فاد أحفاد فوق مرة صافي هذه طريقة الشجرة. إذن استعينوا بتعلمي في الدرس واستأنسوا بالنموذج الوردي فيه لأشجر لأنجز شجرة عائلتي بحال قلت لكم أنايا بحال الطريقة دير جدك وجداتك وباك وماماك عمك ومرتو ولا عمك واحد اخر ومرتو وانتيا باباك وماماك شنو ولدو كاين انتيا وخوك كاين انت ولا ولد مثلا خوك او انتيا اختك او انتيا اخوك وعمام وعمك ثاني شنو ولدو ولدو ولادو ثاني دير ولدو وولدو الاخر او ولدو وبنتو الاخرى ثاني عمك الاخر لكن عندكم ثلاثه فهمتي هنا وركبوا تعلمي تعرفتوا معنى شجرات ها العائله شجره العائله تعرفتيها بهذه الطريقه ولا تعلمتي بهذه الطريقه راه تفيدك بزاف في الخامس وفي السادس وفي السابع والثامن كتبقى ديما معاك وأن جمع الوثائق والشهادات حول تواريخ ميلاد أفراد عائلتي يفيدني في إنجازها وقراءتها إن من خلال هذه الوثائق اللي كنجزها سواء مكتوبة وثيقة مكتوبة أو لا شفهية كتعاونني بأنني نجز الشجرة ديال العائلة ديالي أثبت تعلمي وأمكن من مكتسباتي شهادة شفهية عائلة خليل ولد خليل إذا نديرو دائما ألوان خليل هذا خليل زاد سيدي فوق زاد وديرو تاريخ الميلاد ديالو زاد 1982 يعيش حاليا مع اسرته المكونه من زوجته الزوج ديالو شنو سميتها لبنى هاي وديرو هنا واحد الخط وسط بيناتهم زوجته سير معايا هكا باش تفهموا زوجته لبنى وابنتيه عندو جوج بنات ها جوج بنات عندو ليلى ومها مزدتان على التوالي خصنا نديرهم بالاحمر هادو سميات هنا لبنى هاهي هنا مها هاهي خليل وعندو لبنى مرتو هو زاد 1982 عندو بنتو ليلى ومها مها ليلى مها هاهي ليلى تزادت 2010 نعم ومها تزادت 2018 عندو جوج بنات وقيله فقط وابنه سليم عندو سليم خر عندو ولد خر اذا عندو جوج بنات ولد سليم المولود بتاريخ ولا ليلى 2016 يعني كبر من هذه اذا كاينه ليلى هي الاولى وغيكون سليم 2013 عاد تبعوها 2018 حيت ما هي الصغيره فيهم مره صافي اذا نقولوا ومكنه الاطلاع على دفتر العائله الحاله المدنيه الحاله المدنيه لعائلته من تعرف ان والده مصطفى بوب خليل بوب خليل اذا جد ديال ليلى ومها وسليم جدهم اذا هذا مصطفى هو بوب خليل مصطفى من مواليد فوق الجزائر احمر بغي نديرو كان زاد في 1952 اذا مصطفى هو الجد زاد 1952 وان امه وان امه حليمه هي الجده حليمه هي مرت مصطفى الجد حليمه مزداده سنه 1956 هي قريبه مع 1952 1956 جوج بعضياتهم ها اذا هذه مصطفى هنا وحليمه زاد سنه صافي وان اخاه توفيق واحد خوه سميتو توفيق خو خليل سميتو توفيق يعني كاين زاد 1986 ها دائما وثيقه بحال هكا دراجه مزيان وصايبه مزيان وهو يعيش مع زوجته ابتسام زوجة توفيق ها توفيق عندو مرتو سميتها ابتسام تاريخ الولاده ديالو ما داير نشا ولديه سعيد والياس هادو جوج ولاد سميتو سعيد والياس جوج دراري ذكوره المولودين على التوالي في 2015 و2018 اذا سعيد فوق الزاد على التوالي اذا 2000 سعيد فوق الزاد 2015 والياس 2018 بهذه الطريقه الا مشيتو معايا بهذه الطريقه وفهمتوا هذه الطريقه غتجيكم ساهله وثيقه كتقراها بهذه الطريقه سهله هنا الشجره شجره العائله ما دايرينها ولكن ما مكملناش اذا شنو يطلبوا منا اقرا الوثيقه وانجز ما يلي اسمي افراد عائله خليل واحددوا سنه ميلاد كل فرد منهم كل فرد منهم اسمي افراد العائله خليل نقولوا اذا والده شنو سميتو والده والد ديال خليل شنو سميتو مصطفى فوق الزاد 1952 ميلادية هنا كنهضر ميلادية زيدي هذا والده
والدته والدته حليمة حليمة هي حليمة حليمة ما تعيش كاع من دير كنيه حليمة مزدادة ما عندهاش كنيه مزدادة فوكاش مزدادة 1956 ميلادية صافي هادو شكون خور ثاني عندو توفيق شكون توفيق هو اخ ديال خليل اخوه اخوه توفيق اخ ديالو توفيق فكاش زاد 1986 شكون الاخر اللي عندهم التواريخ ابناؤه سميتو ابناء ديال توفيق شكون هما سعيد والياس سعيد والياس يعني يكون هنا ابناء اخيه ابناء اخيه ابناء ديال الاخ ديالو كاينه سعيد زيد 2015 و الياس زيد 2018 ما غير كنكتب لكم هكا باش نحدد لكم هادشي اللي كاين هنايا 2018 شكون اللي بقى كاين باه امه كاين اخوه كاين ولاد خوه بجوج شكون اللي قاتلو بقى هو هكا ثاني فوق الزيد هو افراد عائله خليل اذا هو فوق الزيد هو خليل ثم ثاني عندنا خليل الاب هو الاب راه هو الاب زاد 1982 كيبقاو الابناء ديال خليل ابناؤه ابناؤه مثلا ابناؤه ابناؤه شكون هما ليلى زيد 2010 وسليم سليم زيد 2013 واخيرا مها 2018 وقتك تكتب هنا لا باقي ما وصلناش للشجره نشا حدنا التواريخ ديال كل واحد فيهم انا قال لك اعضاء الاسره ديالو شكون هما افراد الاسره ديالو عنده ابوه مصطفى 1952 والدته حليمه 1956 اخوه توفيق سنه 1986 ابن اخيه سعيد 2015 ابن اخيه يعني ابن تل توفيق نيت 2018 هو خالد الاب 1982 ثم ابنته ليلى سنه 2010 ابنه سليم 2013 وابنته مها 2018 اكملوا انجاز شجره عائله خليل واستعينوا بشجره العائله في وثيقه 6 بعد نقلها الى دفتري واضيفوا تعلمي من الدفتر من الرسم هنا نوظف هذاك الشيء اللي تعلمت هنا البال بانني عرفت ولا ما عرفتش هنا مصطفى الجد حليمه الجده كما شفناهم هنايا 1952 الجد والجده 1956 شكون اللي كيتبعهم يعني خليل ابناء خليل غنديروا هنا ولا هنا هنا كاينه لبنى وهنا كاين ابتسام يعني خليل هنا الزوجه سميتها لبنى هنا خليل 1982 يعيشوا وزوجته هي لبنى ضروري ديسام باش اذا لبنى ها هي لبنى اذا خليل مزوج بلبنى اذا نقولوا هنا خليل 1982 ميلاديه هاي هنا ابتسام هاي ابتسام مزوجه ب بتوفيق توفيق اللي هو الاخ ديال خليل توفيقا مزاد 1986 ميلاديه اذا بالنسبه لخليل شنو ولدو لا ليلى هي الاولى ليلى سنه 2000 وعشرة هاي من موراها قلنا شكون ماشي مها مها زيد 2018 وهنا عندنا الوردي هي البنات الازرق هما الذكور اذا هنا سليم هو هنا سليم هو اللي من موراهم زيد 2013 ميلادية ثم اخيرا مها 2018 شويه كيبقاونا الاولاد ديال توفيق مع ابتسام اللي هو الاخ ديال خليل شنو عندو سعيد والياس بجوج ذكوره هي جوج ازرق سعيد 2015 سعيد 2015 ميلادية والكبير والياس 2018 ميلادية اذا كنشوف الياس 2018 ومها 2018 مقادر في السن مها
وإلياس متقادن في السن. على ذلك خصهم يكونوا هنايا هنايا مقادن في هذا السطر هذا خصو يكونوا مقادن هكا. هذا شويه مايل خصو يكونوا مقادن هكا شويه مقادن في التقاد ديالهم نيشان شويه خصو يطلعوا شي شويه ما داروش خصو يكون هكا بجوج 2018 مها مع إلياس ما ود عمها. إذا يقدروا أغني معجبي شجرة العائلة رسم على شكل شجرة يوضح تفرع أفراد العائلة من الأجداد إلى الأحفاد. إذا كنتمنى أنكم تكونوا استفدتم من الفيديو ما تنساوش تشاركوا في القناة ودعمنا بلايك. تمشوا في رعاية الله وإلى اللقاء.